وينضم إلينا هاتفيا المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. سيادة الوزير، ما الذي تمثله أو يمثله افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر لحقل ظهر، وتأثير ذلك على قطاع المنتجات البترولية بمصر وعلى الاقتصاد المصري؟ مساء الخير. والحقيقة احنا نقدر نقول النهاردة بافتتاح مرحلة الانتاج المبكر نقدر نقول ان احنا بدأنا في المراحل المتتالية التي تلو هذه المرحلة، بمعنى اخر انه هذا مشروع كبير ومعمول له خطة على الافتتاح على عدة مراحل، ولانه عايز عمليات تنفيذ وعمليات حفر للابار في المياه العميقه على مراحل مختلفه. وبالتالي النهارده الانتاج المبكر ده اللي بدانا التشغيل التجريبي بتاعه في ديسمبر، النهارده نحتفل بافتتاحه وببدء الخريطه بتاعتنا لاستكمال باقي المراحل كما عرضنا النهارده. الحقيقه انه ما معناه ايضا وبالنسبه للمنتجات زي ما حضرتك بتقول، معناه ان احنا بدانا في مسيره سد الفجوه من الانتاج بتاعنا من الغاز الطبيعي ومن الاستهلاك وما يحتاجه السوق. وبالتالي ومتى هذه يتحقق الاكتفاء الذاتي سياده الوزير من الغاز، خاصه انه دار حديث مع الرئيس في هذا الصدد؟ ان شاء الله هيتحقق هذا الاكتفاء قبل نهايه هذا العام، لانه الفجوه دي بيتم من خلالها استيراد غاز طبيعي مسال، وسيتم التوقف عن استيراد هذا الغاز الطبيعي المسال لانه الانتاج المحلي هيكفينا ان شاء الله. نعم، وماذا عن الجديد في اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي؟ يمكن احنا كنا بنقول ان احنا كانت نقطة فاصلة من بعد 30 يونيو 2013 وثورة 30 يونيو كانت البداية لاستعادة الثقة، واستطعنا احنا منذ ذلك التاريخ ان احنا نستأنف توقيع اتفاقيات وطرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف، وكان من ذلك حصيلة تبلغ حوالي 83 اتفاقية تم توقيعها منذ ذلك التاريخ، وكانت اتفاقية شروط واحدة منهم. والحقيقة احنا في المرحلة الحالية بنشتغل على عدة اتفاقيات ويتم على هذا الأساس تنفيذها، لأنه في التزامات إنفاق من الشركاء اللي مضوا معانا هذه الاتفاقيات تبلغ 15 مليار دولار يجب ان هم ينفقوها في مراحل البحث بتاعتهم. واحنا الحقيقة عندنا خطط بتغطينا كم سنة جايين فيما يتعلق باعمال البحث والاستكشاف في هذه الاتفاقيات ان شاء الله، وبنشتغل فيها في منطقه البحر الابيض المتوسط وفي منطقه الدلتا، وايضا كمان يمكن بدانا نشتغل على عمليات المسح السيزمي والدراسات التي تتعلق بالبحر الاحمر بعد ترسيم الحدود ايضا مع المملكه العربيه السعوديه. مهندس طارق الملا، وزير البترول والثروه المعدنيه، شكرا جزيلا لك.